شوي بالورم اب تمرين مارش ستيبس، بنعمله جولتين كل جوله 30 ثانيه. نبدا بالطريقه هاي، ايدي عكس رجلي ونبدا التمرين بشكل متواصل 30 ثانيه. تمرين ايكو اند نيز مدة 30 ثانية، خلينا نبدأ. طبعا كل روح تكون بعكس اليمين. راح نعمل هلا تمرين جامبنج جاكس سيزر لمده 30 ثانية. هيب روتيشن، ايدي هون، اوكي، بحرك الحوض دوائر 10 لليمين، 5 ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بالعكس 1 2. تمرينات الإحماء بتساعد على رفع الهارت ريت تبعنا. اوكي، رح نعمل هلا التمرين رقم 6 واللي هو alternating chest expansion. رح ارفع ايدي لفوق والثانية تحت وعكس 20 تكرار، اوكي 1 2. بتكملوا 20 تكرار في الاخر. تمرين البانشز تمرين ماخوذ من المارشال ارت للبوكسينج. ايدي بكون فوق عند الخد، ايدي بتطلع ستريت وهي مراقبه متواصله على طول. التمرين هذا 20 ثانية، 3 جولات أو 4 جولات. 1 2 3 4 5 6 7 8. رح نعمل تمرين السايد ليج ريزز. هذا التمرين رح نشتغله 10 تكرارات لكل رجل. ليش؟ رجلنا مستقيم. 1 Calf raise, an easy to moderate exercise. We're going to do 10 repetitions of this. 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نعمل تمرين اللي هو up and down plank. هذا التمرين رح نشتغله 30 ثانية بشكل متواصل، بس نخلص مرتاح 15 ثانية. بنزل هون، جسمي مستقيم، اوكي، بطلع بندق، بطلع بندق 30 ثانية، بعدين نرتاح 15 ثانية. تمرين سكوات الواسع اللي هو open legs، أصابع رجلي بيكونوا للخارج مش للداخل، لهون، إيدي بالنص، بنزل عمودي وبطلع، بعمل 10 عدات، 3 4 5 6 7 8 9 10. بثلاث جولات، كل جولة 10 عدات، وبترتاح 10 ثواني. يعطيك
يعطيك العافية. رح نشتغل تمرين الابس اكس هيت. هذا التمرين بشغل عضلات البطن الجانبية او اللي بنسميها الاوبليك. رح نكون بهاي الوضعية، رح نشتغل 20 تكرار 3 جولات. نرفع بس كتافنا لفوق، نبلش نلمس الشوز 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One set, 30 seconds. On the sides, 90 degrees, and go. رقم 13 لوتر كيكس. تمرين نعمله 3 جولات، كل جولة 30 ثانية، بينهم راحة 15 ثانية. التمرين جسم بشكل مستقيم، ايدي تحت جسمي من هون، رجلي مستقيم، وبطلع طريقة رجلي مشدودين، بكمل 30 ثانية بشكل متواصل. أوقف إذا ما يسمع ذلك شو مع شوز أو صح الزون بدون ما أدنو كبيه بدون تنتيور نيز رح أخفى أسهل إجري أنزل هون أرجع أطلع فوق أنزل كمان مرة بدون ما أدنو كبيه أخفى هون كرفس. بطلع رح اكرر التمرين 30 ثانية كل مرة عم بريح 15 ثانية.